لازم يكون تناوب، لازم يكون عندك سائق اضافي معك. ولا تصد وحده لازم يتناوب معك. هذا اوبليكاتوار. حاجه الاولى كنت نحبوا نجيبوا تريا ومساحه. صح. المسافه نديروا المسافه تاع تريا، واذا كان في دوره ولا كان طريق مستقيم ولا هذا. تدخل محطة تبليغ جد ضروري، المواطن يعتبر جزء من المعادلة الأمنية، لأنه ما يقدروش يكون في مكان حيكون في الشرطي، إلا أنه في التطبيق سينو يديروا رايهم، كل واحد يدير رايه. شيء أكيد، لهذا احنا دائما نحثوا المواطنين على ثقافة التبليغ. عندك كذلك حتى مواقع التواصل الاجتماعي المديرية العامة للأمن الوطني، هاي موضوعات تحت الشرطة، عندك الشرطة الجزائرية ترتب عليها. بعث لهم يعني رساله ولا شكوى تاعك راح يتلقاوها كذلك ويعالجوها. عندك الشرطه في الجزائر العاصمه صفحه كذلك على فيسبوك تابعه لامنيه الجزائر، تقدر كذلك تبعث لهم صور وحتى الفيديوهات.